فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، اخر 5 دقائق تقريبا كملوهم مع سي بي. واليوم تعيين رئيس فرع كرة القدم الجديد في النادي السيد ريونات الرسمي، ايضا السيد رياض مقديد موجود معنا بالتليفون. سي رياض اهلا بك. مرحبا بك خدام، كيف تسمعين؟ مرحبا بك سي رياض. دونك تاكد لي المعلومه، اليوم تم تعيينك في الخطه الجديده؟ اليوم البارح هو تم التعيين تاعي، اليوم بشرت نائب رئيس اول ونطق رسمي باسم النادي الرياضي البنزرتي. الظروف الجديده والتحولات نتاع وضعيه رئيس النادي عبد السلام السعداني هي سبب في هذا، والا كنت كان مقبل مبرمج حتى هذا الكل؟ والله هو معناها صيف ساخن تعدى على النادي الرياضي البنزرتي، في بالكم معناها تسلسل الاحداث اللي صار، معناها كونه معناها ما حابينش يكون فما فراغ في النادي الرياضي البنزرتي، معناها على ضوء القانون الداخلي تاع النادي الرياضي البنزرتي، السيد ايمن الزين هو تولى رئاسه النادي الرياضي البنزرتي. انا كنت معناها رئيس فرع اكاديميه كره القدم، معناها استحق لي النادي الرياضي البنزرتي باش يكون معناها في المسؤوليه نائب رئيس اول السيد ايمن الزين، ما ترددتش وهذا هو معناها نورمال، معناها سي عادي، معناها مش خايب على النادي الرياضي البنزرتي. بالنسبه لوضعيه رئيس النادي، فما جديد ولا لا؟ رئيس النادي يلزم نفصلوا بين سيد عبد السلام السعداني كشخص والنادي الرياضي البنزرتي معناها كفريق. النادي الرياضي البنزرتي معناها برجالاته، صحيح اخونا عبد السلام معناها نتمنى له كان كل خير وربي يفرج كربه، ما فماش جديد. هذا هو معناها، نحن حابينش الامور معناها صحيح صارت معناها هكا، حسينا شويه ولكن تلافينا الامر، وان شاء الله معناها العجله ترجع تدور وعبد السلام معناها ربي يخرج كربه. هذا هو ونادي البنزرتي معناها ما يخافش على الاشخاص. تنجم تاكد لي سي رياض اللي الشيكات نتاع رئيس النادي هما شيكات الملاعبيه معناها مش شخصيه ولا حاجه؟ والله على حد علمي معناها عبد السلام السعداني معناها الشيكات معناها اللي قاعده تدخل معناها اللي عنده فيهم مشاكل كلها معناها نادي الرياضي البنزرتي، معناها ما فماش حاجه شخصيه، هذا هو معناها اللي عندي معناها ومؤكد معناها. رياضيا شنو هو اخبار الفريق؟ والله نادي الرياضي البنزرتي معناها في تربص في المهديه، الاجواء على العاد، الملاعبيه معناها نادي الملاعبيه تاع نادي الرياضي البنزرتي باين بحجم المسؤوليه بحجم التحدي، صحيح نادي الرياضي البنزرتي معناها في وضعيه صعيبه. بالنسبه للملاعبيه قلت وعي بالمسؤوليه، اعطاوا معناها احسن مثال للطرح في سبيل نادي الرياضي البنزرتي، اليوم الملاعبيه معناها ما خذاو حتى من ليب، رجعوا ترناو سون ابليكي، ان شاء الله في القريب العاجل معناها نفرحوهم. نحن كهيئه مديره معناها بشوفوا بالتعهدات نتاع لي ومعناها تاع السيد عبد السلام السعداني، الملاعبيه ان شاء الله باش يكونوا معناها نحن مدانين بالنسبه لهم. بالنسبه للملاعبيه الكل على ذمه الستاف التكنيك بخلاف الثلاثه اللي وقع احاله مجلس التاديب. اي مؤكد هذا هو. فما جديد بخصوصهم الثلاثي شمس الدين الصامتي وفهم عويني و ما عرفش شكون اللاعب الاخر فيلف دراج عبد الحليم دراج، فما جديد بخصوصهم؟ لا ما فماش جديد، هما ما بشروش تمارين مع المجموعه، معناها ما حبوش يقبلوا معناها الاتفاقيه اللي اتفق معهم رئيس النادي. فما على حد علمي معناها مجلس التاديب نهار 4 جويليا مازال معناها، وعلى ضوء ذاك تو شوفوا شنو اللي باش الاجراء اللي باش ياخذوه. ما نعرفش شمس الدين الصامتي في تصريح معنا كان نهار زفافه خلينا نقول، ما نعرفش شفتوا ولا سي رياض، كان اكد انه معناها واخذ بيرميسيون من الهيئه معناها وانه باش يحتفل بزفاف، على ذاك غايب عن التمارين معناها، فما سبب باخر؟ والله يا اخي سلام هذوما معناها حاجه ما عنديش عليه حتى فكره الموضوع اكزاكتومون، ولكن اللي على حد علمي معناها شمس الدين الصامتي مع فهمي المعويني ومع عبد الحليم الدراجي رئيس النادي معناها تعهد معناها اللي باش يرجعوا يدربوا باش ياخذوا فلوسهم في اجل معين، هما ما قبلوش معناها الفورمول هذيا، بتاتر معناها كل واحد عنده اعذاره، ولكن بالنسبه لنا نحن معناها باش يخدموا بالموجود، النادي الرياضي البنزرتي معناها غني بالمواهب ماهوش باش يقف على حتى بلاعبي، صحيح هذوما معناها لعبوا في النادي الرياضي البنزرتي معناها شرف بالنسبه لهم، ولكن اليوم معناها انطور النقاش ان شاء الله اللي جاي افضل، وعلى ثقه معناها في الافكتيف اللي موجود كله. الامور الماليه وين وصلت مع الملاعبيه؟ ما وفرت لهم مستحقاتهم ولا مزال شوي؟ لا بالنسبه للمستحقات سون انكور، ان شاء الله الاسبوع الجاي معناها باش نعطيهم سالير، فما معناها فلوس باش تدخل، ولكن الوضعيه الماليه اليوم هذه فرصه معناها باش رجالات العائله الموسعه للنادي الرياضي البنزرتي اليوم يعرفوا اللي
معناها وضعيه ماديه صعيبه، كان فما قبل فما استقاله جماعيه يعني في تدعيم الفريق، كل واحد عنده اسبابه ربما مربوطه بشخص عبد السلام السعيداني. اليوم عبد السلام السعيداني معناها خارج تراب الوطن، ماهوش مباشر رئيس النادي الرياضي البنزرتي، اليوم معناها رئيس جديد، معناها نادي الرياضي البنزرتي اليوم حاجته معناها باش يكمل السيزون امبوتي في الفيراج الاخراني هذايا، معناها مليار و400 يمكن موجود منهم حكايه 550 ان شاء الله، معناها الناس الكل معناها تمد ايديها بالخطر، المصلحه العليا تاع النادي الرياضي البنزرتي تقتضي معناها الفرق الكل الناس الكل تقرب للنادي الرياضي البنزرتي باش نمنعوا الصرح العظيم هذايا. وبالطبيعه الامانه هذه معناها امانه كبيره معناها ورزينا، ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه، وان شاء الله معناها النادي الرياضي البنزرتي يلقى الخير في ولاده، وهذا هو معناها ما نستناو في جست من الناس الكل. يعطيك الصحه، شكرا لك السيد رياض مقديد على كل هذه التفاصيل، ان شاء الله ربي يفك اسر السيد عبد السلام السعداني ويرجع ان شاء الله لتونس في اقرب وقت نتعدى هذه القضيه نتاعو اللي المحلوله حاليا. شكرا لكم ايضا مستمعينا، شكرا احمد بالخوجه في الاخراج، شكرا ادم في الاخراج الرقمي، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت من 4 ل 5.